بقرة حمراء ممكن تكون السبب في نهاية العالم الفترة القادمة. ممكن دلوقتي تقول ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده، لكن لما تسمع المقطع ده وتعرف ان البقرة دي اليهود عايزين يذبحوها عشان يهدموا المسجد الاقصى ويبنوا هيكلهم المزعوم عشان يظهر المسيح الدجال اللي هم بيعتبروه المخلص بالنسبة لهم، هتعرف كويس جدا انا بتكلم في ايه. عارف انك اتصدمت من الكلام ده، لكن مقطع النهاردة مهم جدا ان احنا نسمعه ونركز فيه كويس جدا عشان تعرف ايه اللي بيحصل من حواليك. فيديو النهاردة من اهم الفيديوهات اللي نزلتها على قناتي، والاهم من كده انك تساعدنا في انتشار الحلقة دي لانها فعلا حلقة من اهم الحلقات اللي نزلتها على القناة. طيب عشان تفهم الموضوع من اوله، الفترة اللي فاتت دي في 5 بقرات حمر جم من امريكا وبالتحديد من ولاية تكساس بطيارة خاصة وراحوا على فلسطين المحتلة، وبالتحديد نزلوا في مطار بن غوريون. وعشان تعرف بقى ال5 بقرات دول مهمين قد ايه، لازم تعرف تكلفة الطيران بتاعهم. تكلفة وصلت ل $500,000 في طيارة خاصة، كل ده بس عشان يوصلوا بسلام وياخدوهم لمكان معين يربوهم فيه محدش يعرف المكان ده. كمان تربيتهم مش هتكون زي اي تربية، دول ليهم معاملة خاصة وعناية خاصة. عم تعرف البقرات دول مهمين بالنسبة لهم قد ايه. عايزك بقى تتخيل ان اول ما الطيارة وصلت في المطار عملوا مؤتمر صحفي. المؤتمر ده كان فيه شخصيات من كبار الدولة، وكمان كان فيه حاخامات، وكان فيه رجال الدين الكبار في الدولة المحتلة، وكانوا بيتكلموا في المؤتمر ده عن البقرات الحمر وايه اللي هم هيعملوه فيه. واختصر الكلام اللي قالوه في المؤتمر ده ان البقرات دول مجاش ليهم قبل كده من قبل 2000 سنة، وكانوا بيقولوا ان البقرات دي وصولها للدولة المحتلة شيء عظيم جدا بالنسبة ليهم، وهيساعد في امرين مهمين جدا. الامر الاول وهو بناء الهيكل المزعوم، والامر ده لا يمكن يحصل غير لما يهدموا المسجد الاقصى. الامر الثاني المهم جدا بالنسبة لهم وهو ظهور المخلص. مين بقى المخلص عندهم؟ المسيح الدجال. تخيل بقى ناس بالفكر ده عندهم المسيح الدجال هو المخلص. ودلوقتي بقى خليني اعرفك ايه قصة البقرات الحمر دول وايه اهميتها بالنسبة لليهود. في الدين اليهودي او في التوراة محرف عندهم مذكور ان في بقرة حمراء هي اللي هتطهر اليهود، لان اليهود حاليا بيعتبروا نفسهم كلهم انجاس، ودي حقيقة على فكرة. طب ايه بتعني النجاسة بالنسبة ليهم؟ هقول لك انا. اي شخص عندهم مشى في مقابر او لمس شخص ميت او لمس شخص ميت يعتبر بالنسبة لهم كل ده نجاسة، واي شخص نجس بالنسبة لهم ممنوع ان هو يدخل المسجد الاقصى. طبعا المسجد الاقصى ده بالنسبة لينا، بالنسبة ليهم هم بيعتبروا ان تحت قبة الصخرة في الهيكل المزعوم. طبعا الكلام ده ملهوش اي اساس من الصحة، واتكلمنا عنه كتير في فيديوهات قبل كده. طب ايه بقى اللي هيطهرهم عشان يدخلوا المسجد الاقصى؟ اللي هيطهرهم بالنسبة لدينهم بقرة حمراء تكون حمراء حمار تام، ما فيهاش ولا اي شعرة واحدة بتميل على لون تاني. ومن شروط البقرة دي بقى ان هي ولا تكون ولدت ولا تكون حرس، ولا يكون اتعلق في رقبتها حبل، ولا يكون حد حلبها واخد لبن منها. يعني لازم تكون بقرة مميزة، وعمرها لازم يكون 3 سنين. وخد بالك من سن ال3 سنين ده، لان البقرات الحمر الخمسة اللي قلتلك عليهم في اول الفيديو في الشهر اللي احنا فيه ده يكونوا تموا ال3 سنين. الكلام ده بيعني ايه؟ هقول لك انا. ان في الشهر ده وتحديدا قبل تاريخ 22/4 عايزين يذبحوا بقرة من ال5 بقرات دول، ويحرقوها ويخلطوا الرماد بتاعها بالمية ويرشوه على اليهود كلهم، وبكده اليهود يرجعوا تاني اطهار ويقدروا ان هم يدخلوا المسجد الاقصى. ايه بقى عشان يهدموا المسجد الاقصى ويبنوا هيكلهم المزعوم؟ ركز في كلامي كويس جدا عزيز المشاهد، الكلام ده ممكن يحصل الايام اللي جاية. عارف بقى ايه المخيف في الموضوع ده؟ ان احنا كعرب مش قادرين حتى ان احنا نوقف الحرب اللي حاصلة على اخواتنا في غزة، والامر ده هو اللي محفزهم ان هم ينفذوا الكلام اللي في دماغهم، عارفين ان مهما يحصل العرب مش هيتكلموا. طبعا الكلام ده ما تمش تخطيطه في يوم وليلة، لا الكلام ده بيتم تخطيطه من سنين طويلة، وفي معهد كامل بيحضر للموضوع ده، واللي هو معهد الهيكل اللي هيتكفل ببناء الهيكل واللي مرتب كل شيء من زمان. خليني بقى دلوقتي احكي لك على كام حاجة هتصدمك. تخيل ان الشخص اللي هيدبح البقرة دي لازم
يكون طاهر، يعني ما يكونش اختلط مع اي شخص في العالم، يعني شخص من اول ما اتولد اخدوه وحطوه في مكان معين عشان يضمنوا ان هو ما اختلطش باي حد في الدنيا. وده طبعا عشان لما يجيبوا البقرات الحمر دول في يوم من الايام اللي يقتلهم يكون شخص طاهر. وخليني اصدمك واقول لك ان فعلا في شخصين عندهم حصل معاهم الموضوع ده، واحد اتولد سنة 1997 وواحد اتولد سنة 2002، والشخصين دول حطينهم في المعهد في مكان معين كده عشان هما اللي يذبحوا البقرات. طبعا هيجي في بالك سؤال دلوقتي وهتقول طب فين احنا العرب، فين المسلمين من الكلام اللي بيحصل ده؟ بعدين ما هم كل سنة بيحاولوا ان هم يخربوا المسجد الاقصى وبيحاولوا ان هم يدخلوه. خليني اصدمك واقولك ان اللي بيحاول يدخل المسجد الاقصى ده اقلية من اليهود، من 2000 ل 2500 شخص، ودول يعتبروا اقلية عظمى من اليهود. ليه بقى الباقيين ما بيحاولوش ان هم يدخلوا المسجد الاقصى؟ عشان هم عارفين ان هم انجاز وما ينفعش يدخلوا المسجد الاقصى غير لما يتطهروا. لكن لا سمح الله لو الحدث بتاعهم صدق واخدوا البقرات ذبحوهم على جبل الزيتون ورشوا رمادهم على اليهود اللي موجودين، طبعا في الحدث ده هيبقى حاضر ملايين من اليهود اللي مش بس موجودين في فلسطين، لا دول اللي موجودين في العالم كله، لان زي ما قلت لك الحدث ده هيكون حدث مفصلي في دينهم اليهودي. انت متخيل بقى خطورة الحدث اللي انا بكلمك فيه ده، وبعد ما يتطهروا من نجاستهم يدخلوا على المسجد الاقصى ويهدموه ويبنوا هيكلهم المزعوم. وفعلا الامر ده بيحصل من سنين طويلة جدا وما بيحصلش بالشكل المباشر، لكنهم بيحفروا تحت المسجد الاقصى ويبحثوا عن هيكلهم المزعوم. طبعا ملقوش اي اصل لاي شيء. والسبب التاني عشان يرخوا البنية التحتية للمسجد الاقصى. كل ده يعتبر تحضير بالنسبة لهم عشان اليوم اللي هيجيبوا فيه البقرات الحمر، علما بان البقرات الحمر دول ما تولدوش حمر بطبيعتهم، لا دول هم معدلين الجينات بتاعتها عشان يطلع لونها احمر. الامر ده عملوه في 2015 وفعلا اتولدت بقرة لونها احمر، لكن مع الوقت بدأ يبان فيها شعر لونه اسود فاعتبروها ان مش هي اللي بينطبق عليها الصفات. وكرروا نفس الامر في 2018، لكن بعد سنة من ولادة البقرة بان فيها كام شعرة سودة فاعتبروها ان مش هي اللي بينطبق عليها الشروط. لكن مع التكنولوجيا والتطور اللي احنا عايشين فيه عادوا الامر ولكن في تكساس، وفعلا الامر نجح واتولدت البقرة اللي هم عاوزينها. لا عمرها حرست ولا عمرها ولدت ولا حتى تعلق في رقبتها حبل ولا عمرها اتحلبت، وقدروا يستنسخوا منها 4 بقرات، وهم دول البقرات اللي جم بتاريخ سبتمبر 2022. يعني بص غبائهم وعدم رجاحة عقولهم، البقرة ما جات لهمش فقرروا ان هم يعجلوا بالموضوع ده ويلعبوا في الجينات عشان يعجلوا بظهور المسيح الدجال واللي هو بيكون بالنسبة لهم المخلص. حتى ان في خطاب من خطابات الملسم اتكلم فيها عن البقرات دي، وانه سبب من اسباب حدوث 7 اكتوبر. احضرت البقرات الحمر تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة في قلب عروبتها ومسرى نبيها ومعراجه الى السماء. الكلام ده زي ما قلت لك مش كلام حديث لسه بيخططوا له، الكلام ده مخططين له من سنين طويله جدا. حتى ان الارض اللي المفروض البقرات دي هتتذبح عليها واللي هي المفروض بتكون شرق المسجد الاقصى، اشتريها حاخام اسمه اسحاق مأمون، اشتريها من 12 سنه عشان مستني بس الحدث اللي هيحصل فيها. كان بيقال بقى ان الحدث ده المفروض هيحصل يوم 10/4، ولكن الحدث ده ما حصلش. ليه 10/4 بالتحديد؟ عشان يكون قبل عيد الفصح بالنسبة لهم واللي هو بيكون بتاريخ 22/4. والله اعلم الامر ده هينفذوه امتى، لكن هم عازمين النية. عايزك بس تتخيل خطورة الامر ده لو حصل. اعداد المسلمين في الوقت الحالي 2 مليار مسلم وكسور. 2 مليار مسلم مش هيقبلوا اللي هيحصل من اليهود، لان المسجد الاقصى بالنسبة لينا كمسلمين بيعتبر ثالث الحرمين واولى الكبلتين، والمكان اللي صلى فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الانبياء، المكان اللي صعد منه سيدنا محمد الى السماء في رحلة الاسراء والمعراج. المسجد الاقصى بالنسبة لنا ما يقلش قدسية عن الكعبة الشريفة او عن اي مكان مقدس بالنسبة للمسلمين. تاني حاجة ان اهلنا في فلسطين مش هيرضوا ان الموضوع ده يحصل. تالت حاجة ودي الخطيرة جدا، ان اعداد اليهود هتكون في اليوم ده عاملة زي النمل لا تعد ولا تحصى، واللي يخليك تخاف ويخلي الموضوع مرعب الاحداث اللي بتحصل في غزة. طبعا زي ما انت شايف العرب محد
محدش قادر يتدخل ولا حد قادر يخلص الحرب اللي بتحصل. الشيء اللي مرعب اكتر ان هم عايزين يعجلوا بظهور المسيح الدجال، وزي ما انت عارف ظهور المسيح الدجال ده علامة كبرى من علامات الساعة. في بقى مقابلة كده صغيرة اتسربت لبايدن وهو بيقول انا ونتنياهو عندنا اجتماع مع المسيح، وما كانش يعرف ان المايك اللي هو بيتكلم فيه مفتوح، فجاء واحد من الجاردات وقال له ان المايك مفتوح والكلمة اتسربت. في لقاء تاني لما جم يسألوه كذب الكلام اللي هو قاله وسألهم هو انتوا بتتجسسوا عليا؟ انت متخيل خطورة الامر؟ مش طالع معاك في الفيديو ده عشان نضيع وقت، ولا انا طالع عشان اخوفك. الرسالة اللي انا بوصلها من خلال الفيديو ده انك تبقى عارف ومدرك وملم بكل الاحداث اللي بتحصل حواليك، وانك تبقى عارف مدى خبث اليهود ودهائهم وتتوقع منهم اي شر في اي وقت. وحابب كمان افكرك انك ما تنساش القضية، وحابب كمان افكرك انك ما تنساش ان لنا اخوات هناك محتاجيننا بدعائنا بقلوبنا معاهم. ربنا يا رب ينصرهم ويخلصهم من عدوهم وعدونا. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، ربنا ينفعنا بما فيه الخير. ياريت تساعدنا بقى في انتشار الحلقة دي، وحابب اقولك ان انا تعبت في تحضيرها جدا. وخليك فاكر الدال على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.